طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. قضية المنافذ الحدودية، مكتب القائد العام ومكتب رئيس الوزراء داخلين بقوة بالمنافذ. وشوف المنافذ، أنا اليوم رحت زرت المخدرات، لو شوف المخدرات يعني واحد يدق على رأسه. هاي المخدرات 16 مليون حبة تكفي لتخدير الشعب العراقي بأكمل. هاي المخدرات البلد راح ينتهي انتشار المخدرات، وخصوصا استهداف المناطق ذات الأغلبية الشيعية، مثل ما جابوا داعش للمناطق السنية جابوا المخدرات للمناطق الشيعية، طلاب الإعدادية، طلاب الجامعات، المناطق الفقيرة، مدينة الصدر وغيرها، ويطوها ببلاش. سمعنا قلق المساجات كذي طبعا، وهم تغطى عليها بعض الجهات وتحكي باسم هذا الجهة وباسم هذا الفصيل، وروح هاي بالكراتس انت قريب، وروح افتر وشوف شنو لحايه ومحابس وسبع واقفين بباب المساجات، والمساجات بيها مخدرات وبيها موبقات، وتدري دعم وفلوس وجهات متنفذة. مستوى شنو بس على اعرف على مستوى قيادات كبيره بالبلد، عسكريه لو سياسيه؟ لا سياسيه. من اقول لك فلان شخص فلان مسؤول دا يجيب بسياراته سيارات مظلله ويجيب من الحدود ويعبر بكميات عاليه يعني ويوزع. اهلا بكم مجددا اعزائي المشاهدين، اليوم نتحدث عن تحذير لمسؤولين اكراد من وقوع انهيار امني في المناطق المتنازع عليها بمحافظة التأميم وبالتحديد في مدينة كركوك. أكدوا بأن خطورة الوضع الأمني فيها الذي يهدد بإمكانية سيطرة تنظيم داعش على مناطق فيها، في حين يؤكد قادة أمنيون وجود خطط لحمايتها. النائب عن التحالف الكردستاني محمد عثمان قال بأن الملف الأمني في محافظة التأميم بشكل عام وفي بلدة داقوق جنوب المحافظة بشكل خاص يبعث على القلق، وبيّن بأن تنظيم داعش قريب من البلدة ويهددها بشكل خطير. أضاف عثمان بأن الإجراءات الأمنية المتخذة في البلدة لا يمكنها درء الخطر، وقد يتسبب ذلك في سقوطها بيد داعش في حال لم تتخذ الحكومة خطوات فعالة في هذا السياق، وأكد على أهمية وجود قوات البشمركة لصد الخطر المحدق ببلدة داقوق وبلدات أخرى في كركوك. على الحكومة عدم إهمال الوضع كما قال، وتوفير الحماية الكافية للبلدة من خطر التنظيم. زاد بأن التنظيم مؤخرا من تحركاته قرب المناطق الضعيفة أمنيا كما قال، وخاصة في جنوب كركوك والتي لم تتخذ أو لم يتم اتخاذ إجراءات أمنية كافية لحمايتها، الأمر الذي يثير مخاوف الأهالي. وضابط في قيادة شرطة كركوك تحدث لصحيفة العربية الجديد بأن خطر تنظيم داعش يتصاعد بشكل كبير مؤخرا في مناطق جنوبي المحافظة. الضابط بين، الذي طبعا طلب عدم ذكر اسمه، بأن التنظيم يتحرك بحرية ليلا على أطراف عدد من المناطق المتنازع عليها جنوب كركوك ومنها داقوق، الأمر الذي يضعها داخل دائرة التهديد. تلك المناطق تحتاج إلى تعزيزات أمنية فورية وتحرك لقوات كافية لفرض الأمن فيها وصد أي تحرك أو هجوم للتنظيم عليها. القيادة الأمنية في كركوك أبلغت بهذا الخطر وتنتظر إرسال التعزيزات العسكرية لنشرها حسب المعطيات الميدانية وحجم المخاطر. أكد بأن القوات الموجودة حاليا في جنوب المحافظة تناور بشكل مستمر وتقوم بتحركات استطلاع ورصد لأي تحرك يقوم به التنظيم، والقيادات الأمنية تتابع عن كثب تطبيق خطة الحماية لتلك المناطق. المناطق المتنازع عليها هي أراضي عراقية في عدد من المحافظات، تختلف بشأنها حكومة بغداد وحكومة أربيل. يطالب إقليم كردستان العراق بضمها إلى كردستان رغم سيطرة قوات تابعة للحكومة المركزية عليها بعد انسحاب قوات البشمركة الكردية منها في أعقاب الاستفتاء بشأن استقلال كردستان نهاية سبتمبر أيلول الماضي.
الحكومة حكومة بغداد ما زالت تجري مناقشات حول عودة قوات البشمركة إلى كركوك، في حين ترفض جهات في التحالف الحاكم عودتها إلى المحافظة. هذا التحذير المتكرر من عودة تنظيم داعش إلى كركوك إلى محافظة التأميم يتكرر بين الحين والآخر. قبل أسبوع تقريبا هناك حديث عن ضغوط أمريكية وضغوط غربية بالتحديد بريطانية وفرنسية كذلك على حكومة حيدر العبادي لإعادة قوات البشمركة إلى كركوك. هل من المعقول بأن التنظيم قادر على العودة إلى هذه المناطق مع وجود كل هذه القوات، قوات حكومية وميليشيات الحج الشعبي وسيطرة للحكومة المركزية على المدينة وعلى المحافظة بشكل عام، أم أنها تحذيرات غير صحيحة؟ نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، موضوع التحذير من عودة تنظيم داعش إلى هذه المناطق. معنا اتصال الهيبي من الموصل، تفضل عيني. أخوي العزيز، هي القوات الأمريكية هي الجهة اللي تجيب الدواعش وزيتهم كركوك. هي تتخلط مشكلة بين العرب بين الكراد بين الشيعي بين السني بين المسلم بين يزيدي بين كان ما يكون. نعم. يعني احنا سألنا وضع الموصل رايج، يعني وضعه زين، بس احنا ان شاء الله وضع كركوك ما تصير مثل اللي صارت بالموصل، تصير بصلاح الدين، تصير مناطق يعني بغداد، تصير كركوك منطقة يعني كلها متنازع عليها، كلها تريدها، فيها نفط، فيها غاز، فيها يعني امكانيتها كبيرة كركوك. نعم. زين، كل هاي القوات اللي موجودة، القوات اللي موجودة واللي سيطرت على المحافظة من حشد وجيش وشرطة، معقولة يعني التنظيم قادر على يعني أخذ مناطق بهاي المحافظة؟ طبعا قادر، لأن أكو خلايا نائمة عندك بكركوك، خلايا موجودة لحد الآن باقية بكركوك، هي جعل الخلايا النائمة تطبب الدواعش اللي كركوك. دور الحكومة وين؟ جهاز الاستخبارات؟ جهاز الاستخبارات ما مخلين قصرة، لا استخبارات، جهاز المكافحة الإرهاب، يعني كان الصنف العسكري كله ما مخلين قصرة، بس شنو؟ يا تدخل يعني ما تعرف شلون. تدخل جهة ما تعرفها الكردي، احنا ما نذكر أسامي اللي جاري يدخلون إلى يسوون زعزعة البلد بكركوك. نعم. أنا هسه أنا أزيدك علم، قبل يمكن ما تابعت على الفيس زيارة قاطعة الشرقاط. الدواعش عالقين تواير بالحاوي. نعم. ورايحين أهل القرية تشوفون شنو هذا النار اللي صارت بالحاوي. نعم. مسللين الدواعش من الجبل مال الخانوق اللي هو من عند الشرقاط، مرتبط من عند الشرقاط وتكريت. نعم. مسللين الدواعش وعلى الحوي جماعة الزيارة اللي هي قفل ما بين الشرقاط وبين الزيارة. نعم. فلاصبين عبوات بالشوارع فطاق عليهم وجابوهم عندنا بالمستشفى بلا حدود، مستشفى الشرقاط، العفو مستشفى الحاج علي. اللي هي تابع قاطع نينوي. والله رحنا عليهم احنا، سلمنا الناس وقفنا وياهم انا وقسم اللي من العشاير شيخ مروان الرشيد الزيدان مجلس محافظة الموصل، هذا اخو فلاح الحسين الزيدان وزير الزراعة. نعم. الرجال قام بالواجب ورحنا عليهم. فتوفوا. نعم. ودوهم على المقبرة، دفنونهم بالمقبرة مالت الجديرة، المقبرة مفخخة هم من 36 واحد. هاي شو وقت هاي؟ هذا قبل فترة، يعني قبل 4 أيام 5 أيام هالوقت هذا. نعم. فأولا يوم 32 بالحوي جالي عند مكتب خالد، الدواعش متواجدين موجودين لحد الآن بالقرية مال الرياض، ديرة مكتب خالد عند الحويجة. نعم. الهيبي من الموصل. شايفهم راعي. نعم.
راعي يمل هذا وشايفهم، اما كركوك الضاح كركوك الضاح كركوك ما مستقر، احنا نقول لك ما مستقر. يعني شنو السبب برايك ما مستقر؟ يعني بسبب التنازع بين الاكراد وحكومه العبادي عليها لو غير شيء؟ الاكراد من كانوا الاكراد بداخل كركوك، الاكراد يعني حرصهم اخير من حرص العراقي عليهم، كانت حيل مستقره وحيل يعني الاكراد يعرفون مناطقهم يعرفون شلون، بس صارت اسباب من صارت تقسيم صارت تقسيم اوضاع كركوك وما ادري شنو يريدون يقسمون وما ادري شنو، هم يصيرون منطقه وحدهم يعني تقريبا وحدهم، كان نقول اربيل وذيك المحافظات السليمانيه ذوك يصيرون تقريبا وحدهم. نعم ما صار الاستفتاء وخلص راح الاستفتاء الهابي من الموصل. احنا ما احنا ليش احنا نصير كليم اخوي العزيز، احنا مناطقنا صلاح الدين موصل اربيل سليمانيه بغداد كافه المحافظات احنا بلد واحد. نعم يعني علش نخلي الحكومه ما ادري شنو، احنا يد وحده كنا متوحدين من الجنوب الى البصره الى العماره الى دياله، احنا كنا متوحدين كنا بلد واحد كنا عراقيين ويد وحده. نعم الهابي من الموصل كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال ابو فيصل من السعوديه، تفضل ابو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام، كيف حالك؟ حياك الله يا اهلا بك. تحيه لك يا عمر، تحيه لقناه الرافدين، تحيه لكادر القناه، تحيه لاخوان المتصلين. موضوعكم انا الاكراد نعم هنا لا هناك تحذير من قبل مسؤولين الاكراد من انهيار امني بالمناطق المتنازع عليها في محافظة التأميم، يقول لك احتمال داعش يرجع يسيطر على هذه المناطق، معقولة؟ يعني هو تقريبا إعلان الحكومة قالت لك يعني انتهى التنظيم، منين راح يجي؟ هو انتهى، هو متناقض، الحكومة هي ما مو حكومة، هي عصابات إيران، هي الحكومة الإيرانية، هو أول العبادي يقول لك أنت صارنا وأنت هكذا، وبعدين عود عقب يقول لك لمح لانهيار الجيش العرافرة برضه نفس طريقة المالكي نفس الأسلوب. هي لن يستقر وضع العراق إلا بزوال هذه الحكومة، الحكومة هذا العميل المجرمة، وهي مجرمة بالمنطقة، وهي التي تدعم الإرهاب، هي لن يستقر وضع العراق، ولكن نلوم على الشعب العراقي، الشعب العراقي إذا لم يتحرك ويطيح بهذه العصابة، العراق إذا ما تحرك من الجنوب والشمال والوسط ليطيح بهذه النظام لن يستقر وضع العراق وتنهب أموال العراق ويتدمر هذا البلد العريق. وتحية لك ولقناة الرافدين. أبو فيصل من السعودية كان معنا. طبعا كما أشرنا أنه الأسبوع الماضي كانت هناك ضغوطات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا على حكومة حيدر العبادي لإعادة قوات البشمركة إلى محافظة التأميم وبالتحديد إلى مدينة كركوك مركز المحافظة. اليوم هذا التحذير يعني يطرح أكثر من تساؤل، طبعا هو ليس التحذير الأول، يطرح تساؤل يعني مين راح يجي داعش تنظيم، مين راح يفوت إذا كانت شمال التأميم مسيطر عليها من قبل الأكراد، وإذا كانت المحافظة مسيطر عليها من قبل القوات الحكومية وميليشيات الحشد الشعبي، المحافظات الجنوبية كذلك مسيطر عليها من قبل القوات الأمنية والحكومية، منين راح يجي ومنين راح يدخل حتى يفرض هذه السيطرة؟ لماذا هذا التحذير في هذا الوقت بالتحديد؟ هذا تساؤل آخر. معنا اتصال أبو محمد من كركوك، تفضل أبو محمد. نعم من كركوك أبو محمد. تفضل عين أبو محمد. السلام عليكم. شلونكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله بكم. كركوك مركز كركوك والله مستقر واستقرار كامل، وكل من يقول اكو دواعش او اكو كذا كل شيء ماكو، انا قاعد بكركوك في قلب كركوك. نعم. والدواعش اذا كانوا اكو جيوب والله في اطراف الحوجه او ذيك المناطق، هم اكو جهات سياسيه تهيئهم تخليهم يضبون الطرق او كذا، المفروض الاطراف الخارجيه من قبل الدوله المركزيه تضبط الوضع هذا. والحقيقه من اجت القوات الحكوميه كركوك استقر على حجام بقتل وسلب ونهب وكل شيء اكو هسه. والله انا افتر كركوك يوميا 30 مره فلا شايف فتح عالم مدير داخل المركز. نعم خارج المدينة شنو الأخبار اللي توصلكم خارج مدينة كركوك؟
خارج المدينة تصير حالات تصير وهم دفع من جهات يعني. شنو الحالات اللي تصير أبو محمد؟ من المركز مستقر والقوات الأمنية نعم. الشرطة الاتحادية والتدخل السريع متواجدة في داخل المحافظة، أي حركة ماكو، حتى كانت أكو شركات مع سيارات أمنيوها يطلع القبض عليهم ونهوا هالأمور هذه. شنو الحالات اللي تصير خارج مدينة كركوك؟ خارج كركوك يجوز أكو جيوب يعني، يجوز أكو خارج بجبل حمرين ما جبل حمرين متسللون، أو الدواعش الساعة مخلينهم في جبل بين الطوز والمناك الإقليم موجودين هناك، يجوز يصير تسلل من هل مخليهم شلون جايين في داخل العمق داخل الدولة بين الإقليم والحكومة الاتحادية. نعم، لعد شنو هذا التحذير برأيك من مسؤولين أكراد؟ يقول لك احتمال يصير انهيار أمني بالمناطق المتنازع عليها بالمحافظة. والله إن شاء الله كل شيء ما يصير، كل واحد عنده غيره وشرف يدافع على أرضه وعلى وطنه، وما ما أعتقد يصير. فهذه شغلات أحس بها التخريبية، يردون يرجعون يردون كذا الكيش ما القفة، ما ماكو شيء يعني موجود. احنا مطلعين، وانا احكي لك عمره 70 سنة موظف متفائل، مو جاهل صغير حتى ما عرف الشغلات. نعم ابو محمد، اذا عندك شيء تضيفه حول الوضع بكركوك، اقول لك اذا عندك شيء تضيفه حول الوضع بكركوك. نعم، من ناحيه الخدمات، والله الخدمات بعض المناطق فيها خدمات وبعض المناطق الخارجية الخدمات مالها شوية ضعيفة، بس في كل الأحوال الأخير من باقي المحافظات أحسن من باقي المحافظات. أبو محمد، كل الأحوال أنا مفترض عندي سيارات وأفتر أطلع أروح للبغداد، أروح بغداد صايرة مسجلة من النفايات. نعم أبو محمد من كركوك كان معنا، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. تحدثنا قبل الفاصل عن موضوع تحذيرات من مسؤولين أكراد حول وقوع انهيار أمني في المناطق المتنازع عليها بمحافظة التأميم، وأكدوا على خطورة الوضع الأمني فيها الذي يهدد بإمكانية سيطرة تنظيم داعش. هسه راح نسلط الضوء إذا ماكو اتصال أبو محمد من صلاح الدين. تفضل أبو محمد. السلام عليكم أخي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. نشكر قناتكم موقرة. حياك الله. أخي العزيز، بالنسبة لموضوع المناطق المتنازع عليها. نعم. أخي، بالنسبة للقوات البيشماركة أو قوات الميليشيات اللي جتي، فهي جتي بقصد السيطرة على مناطق المتنازع عليها وفتح طريق من إيران إلى مناطق صلاح الدين وباتجاه الغربي. فهي راح تبقى القضية مستدامة إلى أن يسيطرون عليها، وإن شاء الله إن شاء الله ما يقدرون على هذا الشيء، إن شاء الله بصحوة إن شاء الله الرجال الطيبين والخيرين بهالمناطق هاي إن شاء الله يردون على أعقابهم إن شاء الله خاسئين إن شاء الله. لأن أخي المسلسل كبير والسيناريو اللي مكتوب لمناطقنا يعني سيناريو كلش خطير يعني يعني بهاي الفترة، وإن شاء الله يفشل مخططاتهم إن شاء الله، ونريد إن شاء الله
نسأل يعني من أخوتنا إن شاء الله بأنه الانتخابات بأن يقاطعوا مقاطعة تامة مقاطعة تامة بحيث يفشلون هذا المخطط الإيراني الصفوي اللي جاي يقسم مناطقنا ويقسم بلد إلى محافظات وإلى أقاليم وإلى مناطق متنازع عليها يوم يسموها ومناطق ساخنة يوم يسموها ومناطق دواعش يوم يسموها، وهم اللي جابوا داعش بحجة بأنه هاي المناطق أو المحافظات السنية لازم تطهر من داعش بحيث يسيطرون عليها ويبنون عليها أحلامهم الصفوية. إن شاء الله إن شاء الله تعالى ما يصير لهم هذا الشيء بإذن الله تعالى، وإن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله راح إن شاء الله تعالى تبشر بخير بإذن الله تعالى بصحوة الناس الطيبة والخيرة والغيارة إن شاء الله. أبو محمد من صلاح الدين كان معنا، معنا اتصال آخر، سعد من السعودية، تفضل سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. والله بارك الله فيك يا أخونا الفاضل، وبارك الله في هذه القناة المباركة. وأنا أقول أن هذه الحكومة يعني يستحيل يستحيل أنه تكون لها أي لمسة حتى إنسانية، لمسة إنسانية يعني ما في أمل هذه الحكومة، لأنها المجتمع الدولي هذا الحين يقف في زاوية شاهد عيان. الحكومة هذه يعني ما جابت أي مقوم، إحنا نبغى ننقل إحنا الصوت نبغى ننقله من زاوية شاهد عيان إلى شاهد على العصر، لأن هذا المجتمع الدولي الحين هو الراعي الرسمي لهذه الإجرام في سوريا وفي العراق، هو الراعي الرسمي لهذه الميليشيات وهذه الأشياء اللي أصلا إنسانيا لا ما أحد يقدر يعني يقدر يتعايش معهم. كل يوم خالقين لنا أنا يفكرون أنه الدعوة أنها بتمر مرور الكرام، وما يعون أن المجتمع الدولي أصبح يعي لعبة هذه المصالح. فالناس الحين أنتوا كمجتمع دولي تحكمون بهذه الأشياء اللي قاعدين نشوفها، هذه ما يمشي. الحين إن شاء الله بننقلكم لصورة شاهد العصر، ونبغى إن شاء الله تركيز من القناة على شوفوا الجرائم اللي أنتوا ترعونها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سعد من السعودية كان معنا، يقول رسالة على الواتساب: منذ اقتحام القوات المشتركة للمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وطردها البشمرقة لا سيما من كركوك مركز محافظة التميم، تحاول البشمرقة العودة إلى تلك المناطق بكل السبل، إلا أن هذا المسعى يلقى رفضا صريحا من الحكومة في بغداد. يأتي هذا في وقت كشف فيه مصدر بوزارة الدفاع الأمريكية عن دخول قوة خاصة من البشمرقة إلى محافظة التميم بالتنسيق مع بغداد. هذا يدل على أن الحشد يقوم بالقتل والسلب والنهب، وهذه بوادر تحذير من انهيار أمني لن يحدث منها شيء في كركوك. التنظيم لا وجود لخطره، يبقى كل مكونات كركوك عراقيين ومتوحدين. مبروك من الإمارات. معنا اتصال، هل هناك اتصال؟ عماد من بابل، تفضل عماد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي العزيز، بصراحة يعني أنا حاب أن تكون صوت القناة هاي نعم صوت وطني خالص عراقي، لا يمس بالآخرين، لا يمس بالمكونات الآخرين، وخطاب يفيد ويبني، لا يهدد. الوطن جريح والشعب جريح. نعم. أنا أتكلم لك أنا من بابل. نعم. وما أحب أحكي بلغة أنه أنا سني أو شيعي، أنا عراقي. نعم. ابن هذا البلد. الله محييك. ابن هذا الوطن. الله يحييك، الله يحيي أصلك. ابن هذا إحنا بحاجة إلى خطاب أكثر مرونة، أكثر شفافية، أكثر يعني تعاون، محبة. ما بحاجة إلى خطاب يعني قنوات أخرى ايضا هم كثير هذا الخطاب المتشنج، وهذا الخطاب اللي يؤدي الى حراك بالشارع المتضرر المواطن. اني نعم اني وابن محافظه كركوك وابن محافظه بابل والانبار انا متضرر. نعم. لا الحكومه تتضرر ولا القنوات الفضائيه، مع احتراماتي لقناتكم،
هي متضررة، ابن الشارع هو المتضرر. نعم، احنا بدنا نطرح مواضيع اخ عماد، احنا بدنا نطرح مواضيع يعني متداولة، ما جايبين شيء من جيبنا. يعني يقول لك هنا مسؤولين اكراد يحذرون من وقوع انهيار امني، احنا نريد نسمع صوت الناس. هل معقولة يعني سيطرة قوات امنية وحشيد وجيش واستخبارات وشرطة، هل هذا الكلام صحيح؟ اتصل علينا ابو محمد من كركوك قال لك لا، ماكو هيش كلام وكركوك مستقر. يتصل علي شخص ثاني يقول لك هناك تهديدات. احنا نريد نسمع صوتكم حول هذا الموضوع، شنو الغاية من هذا التحذير؟ يعني هل هو واقع ام من اجل يعني حصد مكاسب سياسية ومناطقية واحنا مقبلين على الانتخابات؟ هذا الخطاب دائما يكون قبل الانتخابات. نعم، خطاب متشنج، خطاب مناطقي، خطاب صافي من كل الجهات، من كل الجهات، ما يستثني احد من عندهم ابدا. مع الاسف اللي يعني عنده شعور وطني وعنده محبه لهذا البلد يتاذى من هذا الخطاب، من اي جهه كانت، من اي جهه كانت، من اي شخص كان. احنا بحاجه الى ان نضم جراحنا، بحاجه الى ان نكون اخوه، بحاجه الى اكو اخطاء، اكو اخطاء من الحشد، اكو اخطاء من الجيش، اكو اخطاء من الشرطه، اكو اخطاء من الاهالي. لا، ولكن هذا يجب ان لا يعمم على الكل ويعمم على منطقه بكاملها او هيئه بكاملها او فرقه كامله. طبعا اي تعميم مرفوض وغير معقول اصلا. انا قصدي من الاتصالي تهدئه الخطاب. الاخ متصل متشنج، حاول ابد ما نقبل احنا بعماد. يعني نوبات انت اذا متابع اكو متصلين يعني تحسه مدفوع، يعني يطلع بينا عن موضوع البرنامج. صحيح. يحاول يشد طائفيا، يحاول يسب ويشتم، ما نقبل ابدا ايا كان يسب واحد بالحكومه خارج الحكومه، هذا غير مقبول، مرفوض ابدا. لا ذوق ولا اخلاق ولا 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 قانون ولا ولا مقبول على على علينا كقناه ولا على المجتمع ان يسمع هذا الكلام. بل نعم. الحكومه بادائها العام مقصره وغير مؤديه واجبها بشكل عام. والله نعم. انا اعرف عوائل عندنا مناطق لها سباب، والله ينبج على حالها. نعم، ينبج على حالها، مصرف نومي ما عندها. يعني ويجيك واحد قال لك هاي الحكومه تدعم الطائفه الفلان. لا يا اخي، انا بالنسبه لي قلت لك أنا ما أنتمي لأي طائفة، أنا عراقي، أحب العراق، الله وكيلك، الله شاهد على كلامي. بارك الله بك. يعني بس هذا من يجي واحد يقول لك هيك وهيك، هذا يشتت الشارع. نعم. أكو غبن، أكو تعب، أكو ناس جوعانة، أكو ناس هلكانة. نعم. من كل الأطراف، من كل الطوائف، من كل الأثنيات. نعم. ماكو يعني تحديد لهذا ولا هذا. شكرا 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 عماد بن بابل. كان معنا اتصال اخر، ابو ناصر من تركيا. تفضل ابو ناصر. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه لحضرتك اخوي العزيز وتحيه لاخيري عماد من بابل. وبس تعقيب صغير على كلامه، يعني استاذ عماد انت لو شايف الوضعيه ببقيه المحافظات، والله يستر على محافظه بابل وبقيه محافظات العراق بصوره عامه وعلى كل المواطنين العراقيين، لكن انت لو شايف اللي صار بالناس وصار بالشعب وصار بالملايين اللي تهجرت وصار بالسرقات اموالهم وممتلكاتهم، وكله بسبب قسم من الميليشيات وقسم من البرلمانيين وقسم من السياسيين. يعني لو شايفهم هذول كان يمكن غيرت لهجة الخطاب مالك هسه اللي حكيت بيه. وانا احييك بس بالعكس، يعني هو يعني رجل تكلم انه بالفعل يحاول انه يقول لك احنا نبتعد عن اي خطاب بالفعل متشنج، وذكر باقي القنوات، هناك قنوات تابعه لاحزاب سياسيه يعني واحد من اثاره الطائفيه في البلد والتشنج. نعم ابو ناصر. استاذ عمر، انا واحد من الناس اللي دائما اتصل بالقناه ومتابع البرنامج صوتكم. نعم. ودا اشوف يعني بعض الاحيان تاخذني شويه الحميه، واريد بس اتجاوز بكلام. انت واحد من الناس ما تسمح لي. نعم. انت واحد من الناس، انا يعني هذا الشيء متاكد من عنده وصار وياي اكثر من مره، ما تسمح لي بان اتجاوز، ودائما تقول لي رجاء بدون تجاوز. نعم. وتحيه للاستاذ عماد الاخ العزيز من بابل. نعم. وبالنسبه للموضوع نعم. استاذ عمر، اذا تنظيم داعش
يعني هو قريب من بلد داقوق ومتواجد متواجد بالمنطقه. نعم. طيب وين التصريحات الحكوميه وبالذات تصريحات رئيس الوزراء والاحتفالات بالانتصار الساحق على تنظيم داعش؟ وليش يعني نقول ليش رصدوا استطلاع تحركات التنظيم؟ نعم. ليش ما يسحقوه اذا كان موجود؟ يعني اذا كانت موجوده بعض خلاياه، بعدين وين ميليشيا الحشد؟ ليش ما يقومون بالقضاء على ما بقى من التنظيم؟ لو بس يسرقون النفط ويهربوه بشاحنات الايران. بعدين وين هي حكمه الدوله وتنهي هاي المشكله اللي تتسبب بقلق بين فتره وفتره صارت مشاكل بالمناطق المتنازع عليها؟ لو بس ملتهين بالانتخابات وكل واحد منهم يصرف الملايين من الدولارات لتبييض صورهم ووجوههم امام الشعب، وهم يعرفون بان هي وجوههم سوداء ومستحيل في شيء بها حتى تتبيض. ليش الحكومه دمرت البلد؟ ليش يخلون دول تتدخل بشؤون العراق اذا كانوا فعلا هم عراقيين؟ نعم. لكن الشعب يعرف وهم يعرفون وكل العالم يعرف بان انتمائهم هو مو العراق، وانما انتمائهم الدول الاحتلال وايران. وبعدين هو منو دخل الدواعش ومنو سلمهم محافظات بأكملها؟ وهم معروفين بالذات كل الشعب يعرفهم، ليش ما يحاسبوهم ويحاكموهم؟ يعني إلى متى نقول إلى متى يبقى العراق مو مستقر؟ يعني كل الأجل مصالحكم الشخصية ضيعتوا بلد بأكمله وشعب بأكمله؟ ما شبعتوا خلال 15 سنة من اللي سرقتوه ومن النهب؟ يعني ولا مستحيل، يعني مستحيل. زين انت هذا التحذير الكردي بهذا الوقت شلون تقرأ؟ والله واقعي لو شنو؟ والله أستاذ عمر، هو أنا قلتها أكثر من مرة، كل ما تقرب فترة الانتخابات يطلعون تصريح جديد وهو كله دعاية انتخابية. كل ما تقرب فترة الانتخابات، نعم، يوميا يطلعون بالتصريح جديد، يوميا يطلعون شغلة جديدة، وكل اللي على مود الدعاية الانتخابية. وهذا هو شيء اكيد احنا يعني متاكدين منه. بعدين يعني اكو بعض الحكومه اللي بالحكومه هسه والسياسيين وبالاخص وزير الخارجيه ماخذ له مجموعه ورايح للعمره، وهو يعرف بانه هم ذولا كلهم فاسدين وكلهم مجرمين. يعني انتم شلون تريدون الله يغفر لكم؟ هاي قبل يومين ثلاثه رايح للعمره، وانتم كل مصروف عوائلكم ومصروفكم حرام. يعني الشعب كاتل الجوع، الشعب نعم. يدور برأيك هذه حل المشكلة ومشكلة المناطق المتنازعة عليها؟ يعني تبقى معلقة لو مثلا المفروض يعني يصير لها حل بين الحكومة والأكراد. مثلا الحل المطروح أنه يصير قوات مشتركة، ليش ما يصير هذا الحل؟ والله يا أستاذ عمر، هم مثل ما قلت لك يومية طلعونا بشغلة، وهاي القوات المتنازع عليها وقلقين الشعب وقلقين البلد كله بسبب هاي المشكلة. هم لو عندهم حكمة يبعدون ويا الإكراد ويحلون هالمشكلة، وحلها كلش بسيط مثل ما تفضلت حضرتك، قوات مشتركة وانتهت المسألة. أسحب الميليشيات بأنه محافظة كركوك بالذات ما مرتاح لتواجد الميليشيات بالمحافظة. أسحب الميليشيات يا أخي، أنت عندك جيش وعندك شرطة اتحادية والإكراد عندهم، وأقعد وأتناقش وياهم وأحل المشكلة، وكفى الله المؤمنين شر القتال. ما يحتاج لها شيء والله، بس هم مدى يردون العراق يستقر يا أستاذ عمر، وراح نبقى إحنا بقلق إذا ما تتغير هاي الحكومة وما يتغير الوضع اللي موجود هسه. والتغيير هو أبسط شيء هو مقاطعة الانتخابات حتى يعرفون بأنه الشعب رافضهم وما يريدهم. هذا أبسط شيء يعني هسه اللي موجود جوا أيدينا، ويا ريت الشعب يطلع وينهيهم ويفض هالمشاكل هاي ويخلي البلد يستقر. وكافي والله ضحكت علينا دول العالم، والله العظيم كافي. إلى متى احنا نبقى ساكتين على هالطغمة هاي الفاسدة؟ تحياتي. أبو ناصر من تركيا كان معنا. نقرأ بعض رسائل واتساب، يقول السلام عليكم أستاذ عمر، أحيي الأخ المتصل من كركوك أبو محمد، هذا الخطاب الوطني الشريف اللي يحب وطنه ومحافظته. نتمنى كل الأخوة المتصلين أن يبتعدوا عن الخطاب الطائفي وبالأخص الأخوة العرب، كما يقول أو زين العابدين الميال من النجف يقول، وبالأخص الأخ من السعودية، وشكر لقناة الرافدين. رسالة أخرى يقول السلام عليكم، أنا شهاب أبو أحمد من شرقاط. العراق ما يستقر أبدا كما يقول إلا بخروج هذه العصابات الإجرامية المتمثلة بالميليشيات الموالية لإيران، وتقمع أي صوت ولاءه للوطن. ولكن أقول الصبح قريب والمحتل مصير الطرد، والتاريخ لا يرحم كل من وقف وتعامل مع الاحتلال وجاء بالطائفية المقيتة.
معنا اتصال؟ اكو اتصال؟ نعم. إذن أعزائي المشاهدين مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود لاستكمال موضوع الحلقة. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو علي من كربلاء، تفضل ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. الله يرضى عنك ويسر عليك، واحيي كل من اتصل قبلي، جزاكم الله خير ويجعلهم في ميزان حسنك. عمي عمر، هو الخبر يعني حل النفس بنفسه. احنا من نقول الحكومه العراقيه، احنا مو بس المالكي ولا بس الشيعه ولا بس السنه، حتى الافراد يعني هم لما يقدمون وساطة ما بين الحكومة العراقية والفرنسية والحكومة البريطانية والأمريكية، يعني شنو هم يتمنون أن ترجع يرجعون مرة ثانية وتصير بلبلة، يتمنون. وبعدين أكبر شيء المناطق المتنازع عليها، يعني ما بين دولة ودولة، مو ما بين العراقيين، من فايقون وقالوا إحنا أخوة ووطن واحد، ومن يعني يرتاحون وما يطلعون هالبلابل. نعم. يعني بالفعل الانتخابات كل انتخابات من يصير تحالف بين الأكراد والكتلة التحالف الوطني الحاكم، الجماعة يصيرون يعني دهن ودبس، من تخرب من يعني وراء الانتخابات بسنتين ثلاثة تبدأ المشاكل، ها كل 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 سنتين ثلاثة ترجع يرجع لنا نفس الموضوع. حبيبي عمر الله يرضى عنك، احنا لا نقول بلد واحد، احنا ما ندور هاي مناطق متعددة عليها، واحنا لازم نطب بكركوك وذاك يطب صلاح الدين وسهل نينا. احنا وش نسمع حتى قبل، احنا ندري كردستان العراق توكو 40 ثمانية المناطق السهل نينا واجابة، احنا اول مرة نسمع لو الحد بدرة وجصان وديالة والمنديلي. احنا ذا نريد نرتاح، كل الاحترام والتقدير لكل الشعب العراقي بما فيهم الاخوه الاعزاء الاكراد، اذا اريد نرتاح يعني لازم نفكر نتعايش بيناتنا، احنا اهل، احنا ما يصير ندور هاي منطقتي وهاي منطقتك وكذا. اطرح للانتخابات وهذه تجيب صوت على الرحب والسعه، مو رئيسنا كردي، مو كان وزير الخارجيه كردي، 440 الف موظف بالحكومه العراقيه اكراد، ما يفرق هنا بس المظلومين الأكثرية، ما يدعكي بالنفس الطائفي. وأنا رجل شيعي وحي برداجيدي، السنة المظلومين أكثر شيء. زين الإسرائيل لنا وفي 72 وحدة إدارية كلها لغت وتدمرت، مكان كركوك كله تدمرت، ليش هالحكي يا أخوان؟ خلينا كعراقيين يا أخي، والله لا تستغنى عن السليمانية، ولا السليمانية تستغنى عن كركوك، ولا كركوك استغنى عن الانبار. احنا اهل، ولو لو لو دقق بالانساب والعشائر كلنا. نعم. احنا اهل. وانا اشكرك عم وجزاك الله خير، رحم الله والديك. ابو علي من كربلاء كان معنا، يقول رساله: عزيزي، اي داعش مو صرح العبادي انهينا داعش، ولماذا داعش مو كافي ضحك على الناس؟ هذا تنظيم ايراني ويوجه من قبل سليماني كما يقول، هذه مهازل لانهاء المناطق السنيه، ايش وقت يصحى الشعب؟ أليس الموصل أكبر دليل على المؤامرة؟
رسالة أخرى يقول فيها تحية طيبة: وبعد لا يغفر على العالم وبالأخص العراقيين وعلى مر الأزمنة بأن الكركوك هي عاصمة العراق المصغرة، كونها تضم كافة الطوائف والأطياف والقوميات والأديان الذين كانوا متعايشين فيما بينهم، ولكن الحكومة وحكومة ما تسمى بحكومة كردستان كل يغني على ليلاه. الحكومة تريد تغيير ديموغرافي، وحكومة كردستان تريد تكريد كركوك أبو مصطفى الجبوري. معنا اتصال أبو محمد من كركوك، عاود الاتصال معنا، تفضل أبو محمد. السلام عليكم أستاذ عمر، شلونك؟ وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر، في كل الأحوال يردون البيشمركة يرجعون الكركوك، وهم اللي يردون الكركوك، وهم أذوا الشعب العرب وأذوا التركمان وسووا فلشوا. يعني أبو محمد، هو أريد أسألك سؤال، يعني معقولة بكل هذا السوء كانت البشمركة في ذلك الوقت؟ نعم. شنو التصرفات اللي كانت؟ يعني مدمرين العرب والتركمان، فهذول الناس ما أريد وجهتهم جملة وتفصيلة، لا هم ولا الحشد، يريد جيش وطني حر يخدم كافة الطوائف، يخدم العرب ويخدم التركمان يخدم الكراد، خلي يسوون جيش من كل الفئات، من العرب والكراد والتركمان حتى تستقر كركوك. شنو الكردي يتكركوك والعربي يتكركوك والتركمان؟ هي ملك الشعب، ما وماكو أراضي نازع عليها احنا بها تاريخ. الأكراد من وقتها الأمريكان انطوهم خط عظمية 36، إذا يريدون أحدهم يمكن شمال وكل شيء انتهي، ما عندي ماكو أراضي. زين أبو محمد، ذاك الوقت أنت ذكرت نقطة، ذكرت أبو محمد تذكرت نقطة أنه في ذلك الوقت كانت هناك انتهاكات من قبل البشمركة، دور الحكومة المركزية وين كان؟ والله كان غايب، ها صار 9 سنوات كان غايب. ليش برايك؟ كان غايب ماكو. ليش؟ لأن كانوا مثلا يعني تحالفهم ويا الأكراد قوي؟ تحالف متحالفين، كانوا تحالف عندهم بينهم وبين الحكومة المركزية على العرب السنة، وفلشوا القرى من الطوز، من حد الطوز، من شارع تكريت طوز، يعني كلها حاسبة الأكسهن نينوى فلشوها، ولهذا عايفتهم الحكومة، والحكومة ساكتة عنهم، خربت العلاقة بيناتهم. رحم الله والديك، اكسع الحكومة اجيت الساعة، والله اجت اكو ميليشيات، بس الميليشيات انحط طلعتهم احسن من ظلتهم. زين، برأيك بعد الانتخابات وصار تحالف بين التحالف الوطني وبين كتلة الأكراد، هم راح يرجع الوضع الكركوك مثل قبل؟ والله نفسي اللي يرجع معته، والوضع والعرب ما يقدر يلبس عقالب كركوك كان. والله إذا يستخدم الشعب، يستخدم ورقة سياسية بيد السياسيين. إيه نعم، فقلت لك رجعته ما حد يريده، الشعب ما يريده. نعم أبو محمد، ممنون أستاذ عمر، أني أشكرك أبو محمد من كركوك. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك وإلى العاملين في الرافدين وإلى الشعب العراقي. أهلا وسهلا أستاذ. إحنا مقبلين على انتخابات والعراق في حالة فوضى. نعم. الانقسامات الحزبية اللي موجودة في العراق بين رجال السياسة والمعارضين، الجماعة الشيعة مع يزورون المناطق الشيعية، والجماعة السنة يقومون بزيارة المناطق السنية في سبيل الاستحواذ على أكبر عدد من أصوات الناخبين. إذن إذا كانت هذه الفوضى في الانتخابات، شلون حتجرى الانتخابات؟ هاي أولا. ثانيا، إيران ماخذة راحتها في العراق، روسيا في سوريا، أمريكا عيونها على العراق وعلى سوريا، كل في سبيل أنه تشتيت الوطن العربي، وخاصة العراق اللي كان إلى ثقل الكبير في الوطن العربي، واللي كان لهم شخصية لحكام العرب. الحكام العرب مع الأسف الشديد هسه اتضح أنه بعد ضربة سوريا، هسه باعتبارها أنه كانت ضربة هي خفيفة، جرت إبس لبشار ولروسيا، لكن هو هذا اتفاق كبير ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، وأخذت أموال قائلة من دول الخليج في سبيل إثارة وضعف المنطقة. ماشي، احنا هذا مو موضوعنا، احنا موضوعنا على كركوك. ليش اليوم هناك تحذير من مسؤولين أكراد بعودة داعش للمحافظة؟ أستاذ، داعش هي تمويل أمريكي إيراني صهيوني
حتى الحكام العرب مشتركين بها، كلهم ياخذون داعش اموال طائله واسلحه من الحكام وكل المعاقبين لسياسه العراق، العفو لوضع العراق ووضع سوريا ووضع اليمن. نعم. فدفعت الى شنو الدليل شنو الدليل على انه العرب يمدون داعش؟ شنو الدليل؟ شنو الدليل على انه العرب يمدون داعش؟ موجود، وانتم من الناس اللي طلعتوا انه شلون الطائرات الامريكيه كانت تمول داعش وكان حتى الحسد قالوا انه طائرات امريكيه كانت تمول داعش. فاحنا ترى احنا صايرين العراقيين تحت ضربه نفوذ اجنبي، داعش لها خاصه في كركوك ومنافذ خاصه في كركوك وتمول وضعفت في الموصل. نعم. ام عبد الله من بغداد كانت معنا في اخر دقيقه. مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. ايوه السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. في اخر دقيقه حضرتك، الوجود الامريكي لازم يصنع مبرر، فازاء تنظيم الدوله اللي بيصنعوها في كردستان عند اخواتنا واهالينا هناك، بان واعدين اخواتنا واهالينا يعملوا لهم دوله، ما هو خلاص اتكشف، فعاوز يصنع منطقه صراع لتواجده لاطول فتره ممكنه، هي دي القصه. وحيدر موافق، والحكام العرب يجب ان يغيروا سياستهم ويدعموا القضيه العراقيه سريعا، لان الوضع هينهار في كل الوطن العربي. نصيحه يعني، ارجوكم حتى ادعموا، حتى ساندوا، حتى نزلوا قوات عربيه، حفظ سلام، اي صرفه. يا ناس احنا شعوب طيبه، يا ناس احنا شعوب طيبه محبين للحياه، عاوزين نربوا ابنائنا ونزرعوا اراضينا ونعيشوا في اوطاننا بكرامتنا، لا تضمنا التنظيمات ولا احنا مجرمين ولا احنا قتله، وحقنا ان الامريكان يخرجوا من اوطاننا وتتفك جميع القواعد الامريكيه وانطردوا بلا رجعه، لان الحل السياسي حضرتك في العراق، الناس تقعد نلف وندور مش هيجيب نتيجه، الامريكان لازم يخرجوا وباذن الله هيخرجوا، وهتشتد المقاومه شاء من شاء وابى من ابى، هي دي الحقيقه وهو ده الوقت. الامريكان عمرهم ما هيعدلوا دوله، وجودهم فتنه. نعم. دمار، قتل، تخريب، منظمات الفككين، من اللي بيدربها ومن اللي بيجيبها، هم اللي بيدعموا تنظيم الدوله الامريكان وبيصنعوا الفزاعه، احنا مش مغفلين، احنا شعوب لنا تاريخ ولنا اصل. الكفيف من اجدادنا قوم الاحتلال المغولي في بغداد، احنا نعم. مش ما احنا اتفحى عشان نلف وندوره. نعم. مصطفى السيد من مصر كان معنا، شكرا لك. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، شكرا لكم والى اللقاء باذن الله.